بهذا الفيديو نتكلم عن فوائد الألياف، مصادرها، وليش نحتاجها ببرنامج الغذائي حتى نوصل لأهدافنا ونحافظ على صحتنا. الفيديو جايكم. أصدقائي صديقاتي، وياكم إيهاب من قناة إيهاب فتنس. بهاي القناة أساعدكم أن توصلون لأهدافكم بناء جسم صحي وسليم. إذا أول مرة تجون على القناة سووا سبسكرايب، يكون جزء من فريقنا وعائلتنا حتى نساعدكم توصلون لأهدافكم. أعزائي، من أكثر الأشياء الناس ما تفكر بيها من يسوون برنامج غذائي، أو من يتبعون نظام، أو من يتبعون حمية على المودة أو رجيم، ما يفكرون بموضوع الألياف. والألياف إلها فوائد كثيرة حتكلم عنها بهذا الفيديو. حتى ببساطة نعرف شنو الألياف. هي الألياف عندنا نوعين، نوع يسموه soluble ونوع insoluble. soluble يعني يمتزج ويا المي ويتغير تكوينه، يعني يصير مثل الجيل، يكبر بداخل المعدة، وهذا النوع يصبح غذاء للبكتيريا الصحية الموجودة عندنا بنظام الهضم. وهناك مليارات من البكتيريا الصحية لها علاقة بكثير أمور، ما أريد أفوت أتكلم على المنظومة البكتيريا بالمعدة، لكن كثير ناس ما يخسر وزن لأن عنده مشاكل بموضوع البكتيريا الصحية اللي هي لها دور كبير بموضوع هضم الأكل. وإذا هضمنا ما كان جيد، كل شغلنا اللي نسوي ما حنوصل الهدف. أهم شيء صحة المعدة وصحة الهضم. هذا النوع الأول اللي هو soluble fiber، أو الألياف اللي تمتزج ويا المي. النوع الثاني اللي هو insoluble، اللي هو بعملية الهضم والامتزاج ويا المي، ما حيتأثر بصورة كبيرة. هذا النوع يظل مستمر بعملية الهضم الأمعاء إلى آخره، وهو اللي يخلينا نروح للحمام. فوائد الألياف كثيرة، منها يبطئ عملية الهضم، يقلل عملية الإنسولين سبايك، يعني حتى إذا أكلت فتشي بسكريات عالية وكان الفايبر موجود ودهون أيضا، عملية الهضم حطول، فالإنرجي ريليس حيكون بطيء، ما حيكون بسرعة كبيرة بحيث يكون عندنا انسولين سبايك. طبعا انا كتبت الملاحظات كلها، حقول لكم ايش قد نحتاج باليوم والمصادر الى اخره. كثير بحوث توصلوا بها انه الالياف، انه تواجد الالياف بالدايت يبعد عنا مشاكل صحيه كثيره، يعني ينظم عمليه الهضم، يقلل الكوليسترول، يساعد على انهاء القبض اللي ناس تواجه هذه المشكله. ضروري جدا تكون هناك الياف بالدايت اللي تتبعوه. والآن نتكلم عن الأرقام. حسب الهارت أسوسيشن الأمريكية، رابطة القلب الأمريكية اللي هي مصدر معلومات heart.org، بالإمكان تطلعون عليه، النساء اللي عمرهم تحت سن 50 سنة يحتاجون 25 إلى 25 جرام باليوم. الرجال اللي تحت السن 50 سنة يحتاجون 30 إلى 38 جرام. والأطفال إلى عمر 18 سنة بين 14 إلى 31 جرام، هاي طبعاً باليوم. وللأطفال اللي عمر 18 إلى حد 18 سنة، الأفضل تستشيرون طبيب إذا كنتم متأكدين. المصادر اللي بإمكان نحصل عليها للألياف، البطاطس مثلاً مع قشرها، الخضروات بأنواعها، خاصة الخضروات اللي الورقية اللي بيها ستم، يعني بيها مثل العودة مالتها وياها، حتى تحصلون على النوعين soluble وinsoluble. وأيضا الفواكه بكل تأكيد، التفاح مصدر جيد، الراسبري مصدر جيد، الستروبري مصدر جيد، السيريال هاي اللي بيعوها إن من يعني بوجبات الفطور، هناك تكون عالية بالفايبر أيضا ممتازة، والمكسرات مصدر ممتاز. لكن صعب الحصول على كل هاي المصادر بالدايت، خاصة إذا ناس مو كل وجباتهم محضريها، ما محضرين الدايت بصورة جيدة. فبالإمكان استعمال مكملات مثل السيليوم هاسك، مصدر ممتاز جدا، وأنا استعمله. أكو مكمل اسمه فايبر لايز من سبيسيز نيوتريشن، ممتاز أيضا.
أنصحكم جميعا من تسوون دايت تفكرون بموضوع الألياف. شكرا للمتابعة الفيديو. إذا عجبكم الفيديو شفتوه مفيد حطوا لايك وسووا كومنت، وأنا أتواصل وياكم إن شاء الله. أحبكم كلكم، أشوفكم في الفيديو الجاي، يومكم عسل.